استاذ احنا هي المخطوطات كيف مثلا تشرح لنا شو يعني هذا السؤال؟ ما هو الهدف من هذا الفن يعني او هذا كتابه الخط بهذا الشكل؟ طبعا يقف الخط العربي متفرد بين الخطوط العالميه حيث ان هذا يعني اهم القرائن في معرفه الموروث، يعتبر اهم القرائن معرفه الموروث الذي ينقل الينا. فالخط العربي يمكن قراءه من خلاله قراءه التاريخ والموروث العلمي الذي كان يعتمد عليه الحفاظ. طبعا يحمل الخط العربي أقدس رسالة خاص الله بها العرب في القرآن الكريم، وبهذا المعنى أضحى الخط العربي يتمتع بميزة القداسة. طبعا بالنسبة لمعارض، قمنا بمعارض سابقة في تركيا، طبعا كانت أغلبها معارض يعني خاصة بالفنون التشكيلية يعني أكثر من الرسم. طبعا كانت لنا أعمال في الزخارف الإسلامية في مساجد تركيا، وكان ذلك على مدار 4 سنوات تقريبا. أما حاليا نحن نشطون ضمن هذه المنظمة، نعمل ضمن منظمة الرواد للتعاون والتنمية، حيث أتاحت لنا الفرصة بتطوير هذا الفن، نقل المخطوطات من أن تكون كعلم كيدوكولوجيا إلى فن ليس فقط خاص بنا، بل نحن نعلم حتى الأطفال في كافة المراحل هذا الخط، من أجل أن لا يكون هناك قطيعة بين الجذر والأصل، فنحن يعني كالشجرة بين الجذر والأصل، فهذا شيء مهم.